لو بتدوري على ماسك سريع جدا 3 في 1 يخلصك من الجلد الميت اللي في بشرتك، وكمان يساعدك تطلعي الرؤوس السوداء والشعر الخفيف اللي موجود في الوجه. خليكي معايا لاخر الفيديو. ازيكم؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بالف خير. انا افراح حمدي، خبيره التجميل الطبيعي والعافيه، والنهارده انا جايبه لك ماسك من الماسكات السهله جدا اللي بتؤدي الى كذا نتيجه في نفس ذات اللحظه. يلا بينا نبدا في الفيديو. مكونات الماسك ده بسيطة جدا، هي عبارة عن معلقة من الجيلاتين الغير ملون واربع معالق صغيرة حليب. طريقة التحضير برضو سهلة جدا، ان انت هتجيبي معلقة الجيلاتين، معلقة صغيرة، هتحطيها في طبق نظيف وهتحطي عليها بالتدريج اربع معالق من الحليب وتدوبي بسرعة جدا، وبعدين تدخليها الميكرويف لمدة 30 ثانية فقط. وفي تكنيك معين او في طريقة معينة لازم تعمليها، يعني انت تخلي مثلا يعدي 10 ثواني وتفتحي الميكرويف وتقفلي تاني 10 ثواني وتفتحي الميكرويف وبعدين 10 ثواني تاني. لو سبتيه ال 30 ثانية متواصلة هيفور وهيغرق الدنيا. تعالوا نتكلم عن فوائد الحليب والجيلاتين اللي احنا حاطينه النهارده في الماسك. طبعا الحليب اكتر ميزه بيمتاز بيها بالنسبه لنا هو اللاكتيك اسيد اللي هو بيحتوي عليه، واللي بيساعد ان البشره يفتح لونها وتبقى لونها موحد، زائد ان هو بينظف خلايا البشره بعمق وبيساعد على غلق المسام الواسعه. ده من الماسكات اللي انا لما باجي احطها ببقى المفروض حريصه قوي قوي زي ما قلت، عشان خاطر انا مش عايزه وانا بشيله اشيل حواجبي مثلا. طبعا لو بالغلط جه على حواجبك جزء من الماسك مش مهم، وانت بتشيلي خلي بالك انك انت ما تشدهوش زي الواكس، هتسيبيه للاخر خالص الحته اللي هي عند الحواجب وهتدوبيها بميه وبعد كده تشيليها، مش هيحصل اي حاجه ما تخافيش خالص. طبعا الماسك ده عامل زي البيل اوف ماسك، فكل ما خليتيه كله متواصل ببعضه، يعني وصلتي كل الاجزاء ببعضها، كل ما كنتي وانت بتشيليه كان شيله سهل، وفي نفس الوقت هتتخلصي فعلا من الخلايا الميته اللي في بشرتك. نيجي بقى للجيلاتين، ميزته ان هو عامل كده زي الواكس، بيمسك في الخلايا الميته، ده رقم واحد. بيمسك كمان لو انت عندك رؤوس سوداء عميقه بيشيلها من منطقه الانف او منطقه الخدود او الوجه بشكل عام. كمان بقى حضرتك لو انت عندك شعر خفيف في وشك بيشيل شعر الوش كانه واكس بالظبط. ميزه هذا الماسك ان هو من الماسكات اللي مش مكلفه، تحضيره سهل جدا ما بياخدش وقت، ان هو ينشف ويبقى جاهز للازاله ونشوف نتائج برده ما بياخدش وقت، انه بينشف بسرعه جدا، يعني 5 دقائق 10 دقائق بكتير جدا جدا هيكون الماسك خلاص عمل مفعوله وجاهز ان احنا نشيله. دلوقتي انا بتاكد وانا ماشيه بالفرشه كده وانا ماشيه على كل الاماكن، خصوصا مركزه على منطقه الخدود، المنطقه بتاعت الدقن، المنطقه بتاعت حوالين الفم، منطقه الجبهه، ببعد عن خط الشعر عشان ايه ما تعبش نفسي وانا بشيله واقعد بقى اعاني وكده. كده هو الماسك اتوزع على وشي وعلى رقبتي بالكامل. دلوقتي انا هسيب الماسك على وشي وهقعد اتسلى في اي حاجه لحد ما الماسك ينشف تماما، ولما احط ايدي عليه يبقى عامل كده زي البلاستيك واقدر اشيله بسهوله. انا وشي مشدود جدا جدا بعد حوالي 15 دقيقه، يعني لو ضحكت كده مش قادره اضحك يعني. فدلوقتي انا هحاول اشيله بمنتهى الحرص، يعني هو التحدي في كده بقى ان انا احاول ان انا اخليه مره واحده كده. بصي يعني على قائمه الماسكات اللي انا عملتها في حياتي واللي انا شاركت بيها، لو في ماسك هيشيل الجلد الميت، يشيل الشعر من الوش، ويشيل الرؤوس السوداء ثواني، الماسك ده اكيد هياخد على الاقل يعني 8 من 10، لو مش 9 من 10. زي ما انتوا شايفين الماسك طالع معايا لحد دلوقتي ماشي كويس جدا. اوكي نيجي للحتة اللي هي بتاعت الخدود بقى اللي هي فيها الشغل كله. انا حاسه اصلا يعني حاسه وانا بطلع الماسك بيطلع فعلا في شعر الوش حقيقي يا جماعه مش كلام. تمام تمام. لو انت من الناس اللي بيطلع لك رؤوس سوداء او عندك كده رؤوس سوداء على منطقه الانف هتنبسطي جدا من هذا الماسك، لانه هتحسي وانت كده بتقشريه كده من على مناخيرك او على منطقه الانف، يعني هتحسي ان هو فعلا بينظف يا جماعه، انه الماسك رقم واحد في هذه الوظيفه. وما تضيعيش فلوسك على ماسكات بيل اوف، تمام، فيها حاجات كيميائيه وبتاع. طبعا انا يعني بشيله بشكل عشوائي مش منتظم قوي، بس اهم حاجه بشوف فين الحته اللي جايه معايا تمام
وبشيلها خالص. طبعا ممكن نخلي منطقة الأنف نشيلها لوحدها، مش قضية. خلي بالك بس المنطقة اللي حوالين العين عشان بتبقى حساسة، وزي ما انتوا شايفين قافش شوية، ماسك شوية في الحتة اللي عند الشعر، فأثبت الشعر بإيدي وشد. والحتة اللي هي التانية دي أدورها بمية عادي وأشيلها، مش لازم إن أنا يعني أشيله 100% كله كده زي الواكسنج، عشان مخسرش شعري من شعري. هاد الماسك لحد ما يعني بيل اوف ماسك لحد كبير، يعني حققنا هدف رهيب جدا. فانا دلوقتي هروح اطلع الحاجات اللي هي حوالين الهير لاين او خط الشعر بمية، وارجع لكم تاني اقول لكم على رأيي في الماسك او رأيي في بشرتي قبل وبعد. دلوقتي انا غسلت بشرتي ومحطتش عليها اي حاجة لسه، فمن ناحية طبعا اللمعان يعني بالنسبة لي شايفة انها رغم ان انا مش حاطة عليها اي حاجة لسه الا ان هي فيها جلو كده، فيها لمعان. من حيث النعومة فعلا انعم، ده اكيد، لانها طبعا شالت كل الجلد الميت والشعر اللي موجود في الوش. لو عندك اي سؤال تقدري تكتبيه في التعليقات، ولو عايزة تعرفي اخبار الفيديوهات اول باول اعملي لي فولو على السوشيال ميديا. ولو عايزة تشوفي فيديوهات اكتر عن وصفات تجميلية منزلية سهلة وفعالة، دوسي على حرف الاي ونقي الفيديوهات اللي تعجبك. ولو عايزة ما يفوتكيش اي فيديو في المستقبل، اسهل حاجة تعمليها ان انت تعملي اشتراك وتفعل الجرس عشان يجيلك اشعار اول ما انزل اي فيديو، وان شاء الله اشوفك الفيديو الجاي. باي باي.